يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز بناء المساجد مكان الأصنام كالأضرحة التي كانت معبودة بعد إزالتها؟ والله هذا فيه ما يعني فيه تأمل، لأنهم إذا كان هذا لأجل قطع دابرها وإبطالها وجعلها محل عبادة لله بدل أن كانت للشرك، في قضاء عليها لا بأس. نعم، كما حصل به كما يقولون في مسجد ابن عباس في الطائف، أنه بني في محل اللات لأجل قطع هذا الوثن وقطع ذكره وقطع آثاره، تحويله إلى طاعة الله. نعم.